علمك هذه الكلمات للاستغاثة بصاحب العصر والزمان روحي لو فداه، ولكن لا تقولها إلا في أمر صعب عندما تضيق الدنيا فيك. اسجد على الأرض ونادي بانكسار وقلب حزين، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني. نادي بقلب حزين بانكسار، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني، يا غوث الحيارة يا صاحب الزمان أغثني. والله خذها مني، بالله تالله، غوث صاحب الزمان يأتي للمحب أسرع من البرق الخاطف، أسرع من البرق الخاطف يأتي غوث صاحب الزمان إلى المحب.